فاليوم هادو من التقنيات اللي هما ضروري يكونوا عند الانسان. نتمنى ان يكون اللقاء ناجح ان شاء الله تعالى وتكون واحد الفائده للجميع ان شاء الله تعالى. كنشكركم على الحضور ديالكم. مفضل كريم مدير تجاري لشركه مكاري. اولا تنشكر هاد البادره اللي قامت بها المقاطعه ديال بطانه وبشراكه مع شركه مكاري من اجل تشجيع الشباب اللي كان الهدف ديالها هو هدف واحد، نزيدوا بالشباب ديالنا للامام في اطار المبادره اللي تتقوم بها الدوله، وكذا تقريب الشباب من بزاف ديال النقاط بما يتعلق بالتجاره، في التجاره الداخليه والتجاره خارج المغرب من قبل مقاطعه بطانه سلا المريصه، وكذا بشراكه مع شركة مكاري لإنتاج الزرابي من أجل دعم الشباب وتقريبهم بكثير من أجل تعريف يعني بجميع النقاط ديال البيع والشراء من أجل باش يكونوا هاد الشباب هادو من هنا للأمام يكونوا يعني موجودين في سوق الشغل. أنا نسيت. إذا كنت بريء